مجلس اداره كوينز كلينيك في لندن. مرحبا دكتور احمد. اهلا بحضرتك. بدايه خلينا نوضح ما هو هذا المرض بالاساس وما المشاكل او الاعراض التي يسببها. تسمح لي الاول اتوجه شخصيا بعزائي الى مصر وشعبا وحكومه ورئيسا لفقيد مصر والامه العربيه الدكتور احمد زويل العالم الكبير والعظيم رحمة الله عليه. العلم مستمر في الأبحاث. احنا في صدد مرض حقيقة من الأمراض الكريبلينج، يعني الأمراض الشرسة للمرأة، و10% من سيدات العالم بيعانوا منه. المرض دوت الحقيقة حتى هذه اللحظة لم يكتشف سببه، لكن في نظريات علمية بتقول إيه الاحتماليات الأسباب. هو عبارة عن بطانة الرحم بتبقى متواجدة في مناطق خارج منطقة الرحم، سواء داخل جدار الرحم بتسمى أدينوميوزيس، أو خارج الرحم من بره في منطقة الحوض وبنسميها إندومتريوزيس. الخلايا دي عبارة عن أنسجة مشابهة للأنسجة بتاعة جدار مبطن الرحم، وبتنزف وبتدستروي الأنسجة المجاورة. مش بس هي بتنزف وخلاص، بتسبب آلام شديدة جدا مجرحة للمرأة قبل الدورة أثناء الدورة، وبتسبب لها حالتها الصحية بتتدهور يوم بعد يوم بهذا المرض. طيب هل بدأنا نعمل أبحاث جديدة خالص الحقيقة، وأنا قمت بيها كعامل مساعد لما نجري حاليا من عمليات جراحية بإزالة الخلايا أو الأنسجة اللي هي مريضة بالمناظير أو بجراحات الليزر أو بجراحات بالداي الثرمي. فدلوقتي بدأت أبص على ازاي ان الخلايا او الانسجه دي انها تبقى ريبليست او يعاد تكوينها باسرع ما يمكن في حالتها الصحيه. يعني اسلوب العلاج او اسلوب الجراحه العلاجيه الذي طور لا يعتمد فقط على ازاله هذه الخلايا، بل يعني استعادتها او تجديدها مره اخرى باي هدف. الهدف ان هي في تدمير لخلايا اوريدي، خلايا سليمه موجوده ولها وظائف معينة. تمام. الأنسجة دي بتدمر، لكن نتيجة عدم سرعة أخذ الفيتامينز والمينرالز والأمينو أسيد، كل اللي هي مكونات الأنسجة اللي هي بتخلي الخلايا دي تنمو بسرعة وتبقى ريبليست، فبتبقى في بطء شديد جدا من الخلايا إن هي تعوض. نتيجة عدم تعويضها بيبقى الست ليها شكوى مستمرة في الآلام، شكوى تعب، رهاق شديد، عدم تركيز، عدم مقدرتها على العمل، عدم مقدرتها على علاقتها بينها وبين جوزها، عدم مقدرتها على الحمل، ودي حاجة مهمة جدا الناس بتبقى أوير بيها إنهم مش قادرين. فإذا قدرنا نحن نغير مسار العلاج، مش بس إن احنا بنزيل المرض، لا، بنزيل المرض وبنعمل بسرعة ريبليسمنت أو استبدال الأنسجة المدمرة بأنسجة سليمة، دي بتبقى ليها مردود جيد جدا بالنسبة لعلاج المرض. طيب هذا الأسلوب الذي يجري تطويره هل وصل إلى مرحلة يعني تحييد هذا المرض أو القضاء عليه وعلى أخطاره، أم لازال هناك بعض الوقت في حاجة للتطوير؟ لا، هو طبعا احنا دلوقتي بدأنا نتحسن جدا في طريقة علاجه. يعني هو الشكوى الكبرى بتاعت المرضى هما ثلاثة. نمرة واحد اللي هي الآلام المبرحة، نمرة اتنين آلام الخلايا المدمرة اللي هي بتسبب التصاقات شديدة جدا في منطقة الحوض، نمرة تلاتة اللي هو العقم. إذا قدرنا إن احنا نوقف الخلايا دي ونعمل استبدال للأنسجة بخلايا سليمة وبسرعة شديدة أسرع من سرعة تدميرها، في الحالة دي احنا حاليا في مرحلة نجاح الحمد لله، في وتقدم جامد في هذا الموضوع. احنا نتحدث عن ان 10% من النساء حول العالم يعانين من هذا المرض، ماذا عن المنطقة العربية وهل يمكن ان تستفيد من هذا الاسلوب الجراحي المطور او الذي يجري تطوير؟ بالضبط. والنقطة ان السيدات العربية زيها زي السيدات في العالم، وبالعكس السيدات العربية فيهم حاليا مشكلة اخرى اكثر
معرضين اكتر بالنسبه للاندوميتريوزيس اكتر، على اساس ان هو مش مكتشف بدري. يعني الستات عقبال لما بتوصل لمرحله الاكتشاف بيبقى في مراحل متطوره منه. فاذا لابد ان في توعيه تكون هامه جدا بالنسبه لهذا المرض الشرس، مرض شرس جدا. نمره اتنين ان المرضى يبداوا يجوا للدكاتره بسرعه بدري، ويبدا الدكاتره ان هم يستخدموا الاساليب الحديثه مع الاساليب التقليديه في علاج هذا المرض. اللي هو الحقيقه القضاء عليه مهم جدا، وما زال الابحاث مستمره لاكتشافه، للقضاء عليه ومنعه من بدايته. يعني ده احنا دلوقتي في مرحله من العلم ان احنا عايزين نبدا ان احنا نكتشف الامراض ونمنعها قبل حدوثها، rather than ان احنا قاعدين عمالين بنعالج فقط لا غير. صحيح. شكرا جزيلا دكتور احمد على كل هذه المعلومات. دكتور احمد اسماعيل رئيس مجلس اداره كوينز كلينيك في لندن. الاخبار الاقتصاديه بعد قليل.